مصطفى عبد السميع، اتحاد ابناء السيده زينب، قوات مسلحه سابقا. الرساله اللي احنا بنوجهها النهارده بنوجهها للشعب المصري كله، خارجه من السيده زينب، بنقول لهم يا شعب مصر انزل واحضر الانتخابات. احنا 53 مليون او 52 مليون، يا ريت ينزل 50 مليون. قبل ما تنزل فكر الاول وشوف انت هتدي صوتك لمين. احنا مش بنطالب الصوت معين لاي حد، بس الناس تنزل. احنا عايزين اكتر كميه من الشعب المصري تنزل علشان نثبت للعالم اللي بره ان 30 يونيو ده ما كانش انقلاب، لا دي كانت اراده شعب مصر ان هو يغير الحكم اللي موجود، الحكم الارهابي اللي باع البلد، اللي خرج المساجين من السجن وقعدها في احتفالات 6 اكتوبر، اللي عمل ارهاب في سيناء وعمل ارهاب على حدود ليبيا وسلاح دخل البلد. عمر مصر ما كانت كده. فاحنا بنطالب الناس ان هي تنزل وتحط، يقولوا اي حد مش مشكله، بس عايزين اكتر كميه تنزل. رساله ثانيه بوجهها لشباب مصر، بقول لهم يا شباب مصر المستقبل بتاعكم انتم مش بتاع اي حد تاني. الايام اللي جايه كلها ليكم يا شباب مصر. كفايه مظاهرات، كفايه تخريف في الجامعه، انزلوا بصوا للبلد، شوفوا البلد محتاجه ايه. بعد كده ستات مصر، بقول لهم يا ستات مصر، يعني نزلتوا وقلتوا في الدستور نعم كنتوا نازلين بنسبه 60%، انا عايزكم تنزلوا في الانتخابات بنسبه 80% مش 60%. احنا بنأيد هنا في السيده زينب، بنأيد المشير السيسي، هو ده الراجل اللي هينفع يخدم البلد وهينفع البلد اللي من دول او المرحله اللي جايه. راجل حاطط برنامج ما هو ما فيهوش لا رياء على الشعب ولا بيضحك على الناس ولا بيقول 100 يوم وهقعد للبلد والكلام ده كله، لا، الراجل قال انا ادوني فرصه سنتين وشوفوا ايه اللي هيحصل في البلد. في ناس ثانيه بتقول انا هدي كل شاب 10,000 جنيه وهدي كل شاب 10 فدادين والكلام ده كله. انا بقول ده وهم، ده وهم. الطرف الثاني اللي بيقول المشير السيسي خد من البرنامج بتاعي، خد من البرنامج بتاعي وخد من البرنامج بتاعي وبيقول، لا، المشير السيسي ما خدش من برنامج حد. المشير السيسي راجل بيذاكر البلد ووضع البلد. المشير السيسي لو ليه اهداف، لو ليه اطماع، ما كانش حط كفنه على ايده في 30 يونيو. الناس اللي بتقول لا ده مش هو اللي عمل الثوره، احنا ما بنقولش هو اللي عمل الثوره، لا، بنقول وقف جنب الشعب، ولولا المشير السيسي ما كانتش حصلت ثوره 30 يونيو. واحنا بنقولها لولا المشير السيسي ما كانتش حصلت ثوره 30 يونيو، وكان زمانه هو اول واحد وعيلته تحت المشنقه. فاحنا بنقول للناس يا شعب مصر انزل، انزل واختار، هو ده الراجل اللي هينفع البلد في المرحله اللي جايه.